النادي الأهلي على أو بتفصيل لحظات على الوصول للأراضي التونسية، العاصمة تونس بالتحديد. إن شاء الله يكونوا بيوصلوا بالسلامة، يعني أعتقد خلال دقائق يكونوا وصلوا إن شاء الله تعالى في الرحلة الهامة جدا، رحلة الدفاع عن لقب النادي الأهلي الأفريقي، لقب دوري أبطال أفريقيا، من خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي. هذه المباراة الصعبة، بل الصعبة جدا 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 في نسخة الترجي الحالية في خارج ملعبك، حتى لو هو ملعب رادس المفضل لجماهير الأهلي ولاعبي النادي الأهلي، لكن ده مش مقياس أبدا أبدا. فيش في الكورة حاجة اسمها كده، أو حتى فيما يتعلق بجمهور الترجي الكبير اللي هيحضر هذه المباراة، حتى لو 27,000 وممكن يزيدوا كام ألف كمان، برضو جمهور كبير وقوي وصعب للغاية. فبالتالي المباراة فعلا تليق بنهائي دوري ابطال افريقيا. انت بتتكلم في اهلي وترجي، او ترجي واهلي، حاجه كبيره جدا. ان شاء الله طبعا طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الذهاب، بدايه يرجع بنتيجه جيده ان شاء الله تعالى، بعد كده في الاياب بقى ايه يحلها المولى عز وجل من عنده، ويخرج الاهلي من الماتش ماسك البطوله باذن الله، ومفرح جماهيره وجماهير الكره المصريه، عشان تبقى بطوله قاريه جديده تضاف للكره المصريه، وطبعا للنادي العريق النادي الاهلي. بالتالي الكلام على قائمه النادي الاهلي المسافره اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، وفي او برئاسه الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، هو اللي كان موجود في الصور حضراتكم شفته، واحنا كلنا اتكلمنا مع حضراتكم في كل التفاصيل دي من قبل الرحله بايام كتيره كمان. كابتن محمود الخطيب على راس البعثه كرئيس للبعثه، في حضور القائمه بالكامل اللي موجوده، اللي تم الاستقرار عليها من قبل مستر مارسيل كولر. فخليني اقول لحضراتكم الاسماء اللي موجوده في قائمه النادي الاهلي. بتتزين القائمه بعوده محمد الشناوي قائد الفريق، وهفضل اعدها وازيدها، هفضل اعدها وازيدها، عوده الشناوي في اوضه اللبس عوده غايه في الاهميه، والحدق يفهم، عوده غايه في الاهميه، ولكل حدث حديث. فعوده الشناوي هي عودة مهمة جدا، فهو لأول مرة بينضم لقائمة النادي الأهلي بعد الإصابة اللي لحقت بيه في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر. الحمد لله على السلامة شناوي، وأكيد تدعيم قوي جدا للقائمة حتى لو مش هيلعب، وإحنا قلنا لحضراتكم امبارح إن الشناوي خلاص موجود على الدكة بديلا لمصطفى شوبير. نتمنى له يا رب كل التوفيق، وهو حارس رائع مصطفى شوبير في كل الأحوال يعني. فالشناوي في حراسة المرمى مع مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. خط الدفاع ياسر ابراهيم موجود، رامي ربيعه، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، اكرم توفيق، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم. هقول لكم برده بالمناسبه التشكيل المتوقع للاهلي بنسبه كبيره جدا، اهو بكتب عشان ايه ما انساش يعني. في خط الوسط مروان عطيه وامام عاشور ورضا سليم واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه وكريم وليد ندفد. وفي خط الهجوم اسامه ابو علي، انتوني مودست، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، وكريم فؤاد. المستبعدين احمد نبيل كوكا، وهنا هنقف عند الحته دي. انا امبارح قلت لحضراتكم ان كوكا المفروض مسافر مع البعثه، وده حقيقي فعلا، كوكا كان مسافر مع البعثه، هو عنده كدمه في الركبه، فكان من المفترض ان النهارده يكون في اختبار طبي للاعب، او كانوا هيجربوه، ده كان اللي في دماغ كولر، ان يتم تجربه كوكا النهارده في التدريبات ويشوفوا مدى جاهزيته وحالته اخبارها ايه وكده. فلما شارك في جزء ففي بعض الالام، فبالتالي قرر كولر انه يستبعد كوكا من رحله الفريق وخرجه بره القايمه، ودخل مكانه اليو ديانج. يعني لحد النهارده الصبح يا جماعه اليو ديانج ما كانش مسافر. بقول لك معلومه، اليو ديانج كان خارج القائمه، وكان بيفضل عليه كوكا. ده مين اللي بيفضل؟ كولر. ليه؟ لان كوكا الاجهز فنيا وبدنيا ولقناعات كمان، انا بتكلم معاك برضو كمعلومه، قناعه كولر بكوكا اعلى بكتير من ديانج، معلومه. فبالتالي لما كوكا رغم طبعا ديانج ده لاعب جامد قوي يعني، بس كل مدير فني له وجهه نظر يعني، ايه يشارك ديانج ما يشاركش، دي حاجه ترجع للمدير الفني ايا كانت القرارات ايه. الاهم الاهلي يكسب في البطوله القاريه دي باذن الله تعالى. فبعد ما كوكا النهارده ما كانش قد كده في التمرين في بعض الالام، فالراجل قال لك ايه، لا خلاص سيب كوكا وديانج، يلا بينا تركب الطياره معانا، وده اللي حصل، وسافر اليو ديانج بدلا من كوكا. بيغيب كمان عمرو سليه زي ما قلت لحضراتكم امبارح، مش موجود في قائمه الاصابه بعدها عن المباراه الاولى مبدئيا، والثانيه بنسبه كبيره قوي خارجها برده عمرو سليه. احمد عبد القادر قلت لكم امبارح ان هو خارج القائمه، وفي نسبه 10% ممكن يلحق المباراه النهائيه، وحتى لو 10% خدمته انا بقول لك كولر بسياسته مش هيلاعب احمد عبد القادر مباراه الاياب. الضوي كريستو لاعب من اللاعبين
حظهم صعب جدا مع النادي الاهلي، يرجع اصابه يشارك كام دقيقه بعد كده يقعد كام شهر. ده اللي بيحصل مع كريستو، من الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ان هم الراحلين عن النادي الاهلي. فالعدم الجاهزيه الفنيه والطبيه بيخرج كريستو، عنده شد في العضله الضامه. طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لاسباب فنيه، واضح ان كولر في اللحظه دي، في اللحظه دي كولر واخد يعني ايه قرار باستبعاد طاهر من ساعه مباراه مازيمبي اللي كانت هناك في الكونغو. هل في حاجه فنيه معينه طاهر ما قدهاش؟ لا، انا بشوف طاهر لعيب كويس، لعيب كبير، بس ممكن يكون رؤيه برده فنيه ليها علاقه بكولر. ان كان برده مش ده المهم، الاهم الاهلي ان كان اللي هيلعب بيكون موفق باذن الله تعالى. طيب التشكيل بقى بتاع الاهلي، ركز معايا. حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع علي معلول ظهير ايسر، هاني ظهير ايمن، عبد المنعم مفيش خلاف هنا، الناس تتكلم في حته ياسر ولا رامي. رامي الاقرب يا جماعه بنسبه 99.9%. ياسر رامي ربيعه هو اللي هيجاور محمد عبد المنعم في خط الدفاع، لان الراجل برده كولر بيميل دايما للجاهزيه الفنيه، وده اللي حصل برده ما بين الشناوي وشوبير زي ما حكيت لكم بالظبط الكواليس والتفاصيل يعني. فرامي وعبد المنعم هم المساكين في الماتش ده، او هم السنتر باكس. في نص الملعب مروان عطيه، اكرم توفيق خلاص، وامام عاشور. خط الامامي اسامه ابو علي مهاجم، حسين الشحات جناح، وبيرسي تاو جناح. ده تشكيل النادي الاهلي: مصطفى شوبير، علي معلول، محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعه، مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، واسام ابو علي. الا لو في بعض التعديلات بقى في اللحظات الاخيره من قبل كولر، برضه هو اضرب كل شيء، نتمنى له يا رب كل التوفيق. فده بخصوص كل الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في رحلته اللي ان شاء الله هو على مشارف الوصول لتونس العاصمه عشان يستعد بدايه من الغد استعداد نهائي لهذه المباراه. عنده مران بكره الخميس، ومران الجمعه، ماتش يوم السبت ان شاء الله الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. مظبوط يا رجاله؟ مظبوط.